فالجماعه هم الظاهرين بقى اللي كنت يعني اكبر منهم، كانوا يديوني كتب هاتهم الخصالهم وعملها لهم حاجات زي كده. فمعظم المواد درسها عن طريق تلخيص المواد اللي انا كنت اقدر افهم فيها، وبعدين قدمتهم في امريكا دخل كل الطب وبقيت الخصها من الخصال، واخدت فكره كويسه عن حاجات في الطب، يعني معايا نص بكالوريوس الطب تقريبا يعني. دي فكره عن ايه؟ فاحنا النهارده هنتكلم اساسا كان هاو تو بابلش ريسيرش. عشان تو بابلش ريسيرش في حاجه فيري امبورتنت، ان لازم نتبع الجود ميثودولوجي ان ريسيرش. اي ريسيرش الواحد مثلا يحب يعني يبوظه الواحد لما يكون مثلا ريفري ولا بتاع يقول لك رونج ميثودولوجي، ما دام رونج ميثودولوجي يبقى كل اللي بعد كده كله غلط. فاحنا لازم ننتبه جدا للميثودولوجي. وبعدين في نقطه مهمه جدا اللي هي الستاتستيكال تريتمنت. احنا هنا يعني مش بنتكلم على الستاتستكس باستفاضه لان دي عايزه شهر ولا شهرين عشان نعرف فيها حاجه، انما وي تاتش ابون جاست تاتش ابون الستاتستكس على قد نفهم الديفرنت تايبس اوف داتا اند هاو تو ديل وذ ذيس داتا. في ناس بيجيبوا داتا يجيبوا لي داتا يقول لك احنا عايزين نعمل ستاتستكس. ابص الاقي الداتا ليها ليفلز، ليها اربع ليفلز. جايبين داتا من ليفل 1 او ليفل 2 وعايزين تو سبميت ديم تو هاير ستاتستكال تكنيكس، ما ينفعوش. فلازم الشخص قبل ما يشتغل بفور او ديورنج ديزاين ريسيرش يو هاف تو نو ذا ليفل اوف داتا يو ار افتر. وبعدين انذر بوينت، لازم الداتا اللي انت بتجمعوها دي تنتبهوا جدا تشوفوا الفاليديتي بتاعت الداتا. الفاليديتي بتاعت الداتا دو ذا داتا ميجر ذا ايتم وذات تو ميجر اور نوت. ممكن ناس تعمل حاجات ما بتقيسش الخاصيه اللي احنا عايزينها من الداتا، بتقيس خاصيه ثانيه. فدي بتبقى يعني كل مره في امريكا يونيفرستي فبيعملوا كوتشينير ما لقوش فيها، فيقول لك كلاس رومز هل هي نولج ولا لا؟ طب ما ممكن نولج تكون فروم انسايد الستودنتس بيقفوا فين؟ في الكوريدورز وبتاع، او ممكن تكون نويزي من الترافيك تحت. اذا انا قلت انها نويزي طيب هيعملوا يعني؟ هل المعلومه اللي مفيده؟ مفيده؟ نويزي فين؟ هل نويزي من داخل الجامعه؟ ده لو تقعد تتكلم في كوردوس، ولا نويزي من الشارع؟ فدي احد الاخطاء بيشوفها كتير جدا في الكوتشيرز. فلازم يقول لك هل في نويز فروم انسايد يونيفرستي؟ هل في نويز فروم اوتسايد يونيفرستي؟ فروم اوتسايد يونيفرستي نقدم بقى نعمل جلاس دبل بولد ونعمل مش عارف ايه وبتاع. فروم انسايد نعمل كنترول على الناس انهم ما يعرفوش يتكلموا ويعملوا هيصه. فاذا الكوتشينير اذا اتعمل غلط ما يؤديش لاي نتائج مفيده، واحيانا يؤدي لنتائج رونج ريزالتس اند رونج ريكومنديشنز. وبعدين another point، الناس بتعمل بروبلم ديفينيشن حاجه سريعه كده يعني كانه مش ريسيرش. اهم حاجه في الريسيرش ده بروبلم ديفينيشن. البروبلم ويل ديفاين از هاو سولف. الناس ما بتستغرقش وقت طويل في البروبلم ديفينيشن، معناها دي اهم حاجه. واحنا اتعلمنا بروبلم ديفينيشن بروبلم ديفينيشن، والعمليه دي كانت موجودة أيام العرب كانوا بيسموها إيه؟ بس إحنا نحب الحاجة اللي جاية نفس بطنتها من الخواجات هي دي المظبوطة، إنما إحنا لا. كانوا بيسموها تحرير ومحل النزاع. شوف كلمة تحرير بيشفيه كده محل النزاع، وده بالظبط اللي هي بروبلم ديفينيشن. فإحنا ثقافتنا العربية كان موجود فيها الكلام ده كله، وإحنا بنتجاهل هذه الامور ونرجع لحاجات اللي هي حديثه من الغرب.
احنا في موضوعات هنا هنتكلم فيها. الاول وهاتو سلك دي ريسيرش توبيك و وي هاف سم سجيشنز اوف ريسيرشرز توصيات ليهم وفي عندنا ستيبس فور فولوينج تو ديزاين ذا ريسيرش. وهي حاجه مهمه جدا اسمها سامبلينج تكنيكس. للأسف شو هذا البطيئة كلها هنأخذ منها بس هي most common أو simple sampling techniques. السامبلينج اللي احنا شفنا يعني لما بتجيلي رسالة بص فيها فأخذ بس شوف السامبلينج تكنيك يقول لك بوبليشن مثلا 10,000 خدت منه 5%. أعرف إن الريسيرشر هنا ما بيفهمش statistics على طول أو خدنا 10% ما بيفهمش برضه إيه الستاتيستيكس. وهنتكلم هنا ليه كده مفيش حاجه اسمها البرسنتج فروم ذا بوبوليشن. السامبل سايز دازنت ديبند ات اول اون ذا بوبوليشن. لما اخد السامبل سايز بتاع ايجيبت كلها واخدها من جامعه القاهره وعين شمس دي سامبل وصاد سامبل ملهاش علاقه بالبوبوليشن ده دي نهائي. وبعدين احنا بالنسبة للسامبل اجيب كلمة صغيرة قبل ما انساها. Still we are committing the same mistakes committed in the United States 6 years ago. في أمريكا كانوا بيعملوا الانتخابات فكانوا عايزين يعملوا statistics واستطلاع رأي يشوفوا مين هيكسب. وعملوا استطلاع رأي كانوا 100,000 واحد. طلع استطلاع رأي زي اللي احنا عملناه هنا. اللي احنا عملناه هنا كان أبو فتوح وعمرو موسى في الأول. وطلعوا بقى العملية اتعكست عمرو موسى في الآخر وحصل فضيحة يعني. ليه؟ لأن في أمريكا كانوا بياخدوا تليفون إيه سيرفي بيتصل بتليفونات أت راندوم. قال لك راندوم سامبلينج هات الدايركتوري وحط 1, 2, 3, 4. فـ طلع دي كلها غلط. لأن أياميها في أمريكا اللي كان عنده التليفون ده كان هاي كلاس. الهاي كلاس بيقول they can do the same thing. ما خدوش ليه؟ other classes. النهارده بياخدوا 10,000 وفي ناس بتاخد 1000 وبتطلع نتائج very accurate. ليه؟ the sampling techniques were improved. هنا في مصر في الحاجات اللي عملوها استخدموا التليفون. برضه التليفون عينه مش محدد بطبقات دلوقتي في مصر قوي يعني انها محدد للناس. في ناس ما بتردش على الاسئله، في ناس مش فاضيه للكلام دوت، في ناس ممكن يرد اي كلام. فطلع النتائج زي احنا شفناها وانا تنبأت النتائج دي هتطلع غلط لان في ناس يعتبروا قياس الراي العام ده شغلانه هي دي اتيز ماركتنج سبيشاليتي دوت بتوع ناس فوق اقتصاد وسياسه وبتاع. في ناس بتاعت ماركتنج هي بتقدر تعرف الكلام دوت احسن في ماركتنج ريسيرش. ما ياخدوش حد بتوع ماركتنج ابدا، خدوا ناس. سامبل ريسيرش فيوتشر هنتكلم عنه. السامبل ايه؟ يعني انتوا مثلا بتعملوا ريسيرش على المرضى بتوع اي حاجه، بتوع مثلا عندهم ديبريشن او بايبولر مش عارف ايه وبتاع. طيب خدت سامبل قد ايه؟ 10 مية؟ 1000؟ 10,000؟ بدل دي مش ده كوتشن ما بنعرفش نجاوب عليه، مش كده؟ مفيش حد بيجاوب عليه، مفيش حد بيكتب الفاونديشنز او البيسز اللي اعتمد عليها during selecting the size of sample. ليه خدت السايز ده؟ طب بصيرك كده هنتكلم عنده برضه وطنش ابون ليفل اوف ميجرمنت. دي نقطه انا هركز عليها كتير قوي لان ليفل اوف ميجرمنت في عندنا فور ليفلز، اربع مستويات تحت الداتا. الداتا مش داتا كده بتتحط كده، لا الداتا ليها ديفرنت ليفلز، كل ليفل اعلى من الثاني لحد ما نوصل لاعلى ليفل. That may submit itself to further and all the statistical techniques.
لكن مش هنتكلم عن نورمال كير ولا كريستال سيجنيفيكانس ولا تي تيست. هنتكلم بسرعه داتا اناليسيس لكل مستوى من المستويات دي. وبعدين هنتكلم عن دي ليميتيشنز اند ليميتيشن. وعندنا في الاخر هنتكلم عن دي ليميتيشنز اند ليميتيشن. Is it acquainted? You are acquainted with limitation and limitation from the above, yeah? The limitation of the terminology. وبعدين ما حدش بيعرف يقول ولا واحد لحد ما نقول لهم يقول لك ايوه وهكذا. طبعا حد يكتب ديليميتيشن وليميتيشنز غلط بيبقى شكلها في البيبر بتاعته. احنا كان الكلام ده عشان نقول مش عشان ندرسكم تكتبوا بيبر ازاي اساسا. اتليست تو افويد سيلي ميستيكس ان يور بيبر. ما تعملش ميستيكس الجرافيك بتاعتها تبقى عاليه بحيث دي يقرا الريسيرش يقول لك لا ده الشخص ده هو بيصور ما عمل ريسيرش قبل كده او ما يفهمش يعمل ريسيرش ازاي. انا عايز اوصل للمحاضره دي ان احنا تو افويد سم ميستيكس ان رايتنج بيبر. وطبعا بيكون في ميستيكس كتيره ميستيكس في السامبلنج ميستيكس في تعريف الليميتيشن والديليميتيشن فاي حد بيقراها اسمه دي ريفيوز يعني. كده هنتكلم عن reporting the research. برضو نتكلم عن لان reporting the research في بيبقى كورس اسمه report writing كورس كامل اللي هو فيه 3 اشهر how to write a report و different types of reports وحاجة زي كده. فاحنا النهاردة كده زي ما يقول من كل مستاني ايه زهرة. What is the research? It is a process of arriving at the better solution to problem through planned and systematic collection. Planned, thus I put the map first. And it should be systematic, step by step. Collection, analysis, and interpretation. I'm a third again. Collection of data and then analyze. Then, after that, I interpret the data, which is the most difficult part of the research. The steps of the research process, first, I have to select the problem area. Before I start, I have to find out what the problem area that I will select. We have to plan our research. We have research over here. We have research. Which one? What? Oh, طبعا في واحد هنا حر. واحد حريف هنا. ها؟ مين بس؟ مكسوفين يا نقول مين هم؟ ريزو هام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، فايف. فور إكزامبل، أنت بتجي تعمل ريسيرش، عملت الأريا إيه؟ بروت أريا كانت إيه؟ فاهم؟ أديكشن. أديكشن. ده بروت أريا أديكشن. أديكشن دي طبعًا أريا كبيرة جدًا، يعني ممكن تلاقي فيها مراجع وحاجات زي كده مالهاش أول ولا آخر. هل انت ممكن تقول انا البروبلم بتاعك اديكشن؟ لا طبعا. ليه اللي البروت اريا بتاعك اديكشن؟ اكوز شيك لا ده اتحرك لوحدي. بعد كده احنا هنتكلم سم سجشن اوف ايه؟ ريسيرش لسه جاي هنا بقى. أول حاجة لا خلاص تعمل. To acquaint yourself with the
current theory and knowledge. Let's make a future knowledge from addition to A, from theories in the Mongolia A, from Hagadik. After that, you have to formulate the research problem. You put the hypotheses and the research questions. When now you put hypotheses and the research questions, what are the research questions? What are the questions that you expect to be answered through this research? Hypotheses is the third hagat. We will show for Salim or Salim. The research is all mapped on excluding some hypotheses. To exclude this, 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 to exclude this. Where are the source of data? And the other class is يكون في عندك سورس اوف داتا. ايه هو البوبيليشن اللي انت هتاخد منه عيان؟ هتاخد عيان من البوبيليشن. هتاخدها من مين؟ خدت عيان بتاعت ناس that you studied. البوبيليشن بتاع الادكشن او الناس الادكتد هل هو معروف؟ البوبيليشن عن كل الناس الادكتد طبعا مش معروف. طب انت خدت السامبل بتاعتك؟ كان سامي منهم سامي كان كم واحد؟ أي يعني كم واحد؟ كم تقريبا؟ كم؟ 60 ليه 60؟ ليه مش 80؟ هل الناس اللي جايين علينا دول سامي؟ دول سامي هل دول الريزنتيف الناس هم اديكتد؟ اللي جاي العيال اللي جاي العيادة ليه كاركترستكس عن اللي مش جاي العيادة. يبقى احنا بايست. زي في ناس مثلا عاملين معرض ثلاجات يسالوا الناس اللي جايين المعرض. اللي جايين المعرض they don't represent the population. ده الناس اللي عايزه تشتري او اللي رغبة تعرف. فاحنا كمان زي برضه كان في ناس يعني انا ماي سيستر كانت بتشتغل بتعمل ريسيرش علم في البلد بتاع الاطفال وبتاع مش عارف ايه. فواحده قالت لها تعالى عندي المعمل في قصر عيني والاطفال اللي داخلين تعيناتهم تبدا شويه من كل واحده وتبدا تعمل لهم تحليل. فطبعا طريقه فيري كونفينينت مش كده؟ فيري كونفينينت. قلت لها لا اعتذرون كلام ده غلط. ده الناس دول مرضى بامراض معينه. وي ار نوت هيلثي تشيلدرن. احنا هناخد للناس بقى. فطبعا كان بتدعى عليا واحد مش عارف المنيب عند مصنع البطاريات وشارع الكابلات والبتاع ومصنع الرصاص. بس كان ريسيرش فيري فاليبل وبيعكس نسبه الرصاص في الدم بتاع اطفال في البوبيليشن كله. ان انا مش هروح اقعد في عياده واخد الناس اللي جايه لي. الناس اللي جايه دول ليهم كاركترستكس معينه غير كويس. هم عايزين يجوا زي ما رايز انهم ادكتد وعايزين يتخلصوا او بعضهم جايبينهم بالقوه. ده بقى الناس المبسوطين قوي انهم ادكتد زي جماعه بتوع التحرير دول مثلا قاعدين تقريبا دول شغال تمام دول هيقول لك العيال. فالفكره ان احنا لازم لما ناخد السامبل مش السامبل سايز بس هاو تو بيك اب السامبل هاو تو تشوز السامبل. وبعد كده we collect the data and then we analyze and we interpret that. Selecting the research topic, في different ways to select the research topic. احنا بنكتبها ليه؟ عشان تستحل لكم. تبص انت الخمس ست طرق وتشوف which one you can follow. ما تقعدش بقى ايه؟ تو invent the wheel وتقول ايه الطرق اللي احنا هنستخدمها عشان تو select the topic. في عندنا
exploring all Islamic theories, to have the theory, I to expand the theory, to be applied to a different theory, or to change the theory. You have to explore the theory, or explore new theory. You postulate a new theory, okay? ودي عملية يعني ما هيش صعبة قوي زي ما احنا بنفكر. احنا عندنا عقدة يقول لك حاجة الحاجات اللي بيعملها خولات بس احنا ما بنعملهاش وبس حبطت. طبعا الحاجات دي كلها مش مظبوطة أو مش دقيقة زي ما يقولوا هم رجال ونحن رجال يعني مش كده. يعني مرة كنت رايح أنشر أبحاث في مجال بتاع بيزنس إديوكيشن اسمها دلتا باي إبسلون. دي بقى يعني هتروح مثلا بيزنس اديوكيشن كونفنشن تلاقي 3000 واحد. تيجي انت بقى دلتا باي ابسلون يعني كونفنشن تلاقي 100 واحد. فانا رحت مره كده فتلاقي 100 واحد ده مؤتمر بسيط. قال لك لا دول الكريمه بتاعت الناس اللي بيعملوا الشغل ده. والناس شغاله فيري ديفكت. قلت فيري ديفكت والله انا ارجو فيها. هي بتعمل كل سنتين. فرحت عمل سيرف وبعته سيرف في اسر ات واز اكسبتد. حتى ما انا كنت هناك رايح تو بريزنت واحد بروفيسور ميتش كان قاعد جنبي يقول لي انت جاي يعني فروم ايه بتسمع انا جاي يعني تسمع يعني. قلت له لا انا عامل سيرف بقى انا عامل سيرف بكام واحد؟ قلت له واحد. قال لي سيرف اسر. قلت له قال لي احنا ثلاثه في ميتش اترفض الايه؟ مش عشان انا جدع وعشان انا عارف لا عشان انا حطيت مخي انتيشن اي كان دو زي ما هم دي كان دو. انا مش اقل منه. الاي كيو بتاعي مش منخفض عنه. مفيش الكلام ده. الواحد فيكم لازم يتشجع ويعمل حاجات لان انتم قد يكون مستوى ناس كتير من قاعدين هنا احسن من الناس اللي بتقول لهم ريسيرش بره. مفيش حد ياخد الفكره ان هو انفيري ويقابلوه انفيري. ده اول حاجه. وبعد بقى كل مؤتمر انشر فيه نشاط فري كونسيكتيف بيبرز في ست سنين. مفيش حد في امريكا يقدر يعمل كده على سنجل اوفر. فالفكره ايه؟ مش انا لوحدي. انتوا كلكم ممكن تعملوا كده واحسن من كده. انما انا بخوات اللي عامل كده. دي حاجه مقدسه ما نقدرش احنا ايه؟ نلبس وش از ابسولوت رونج. اباين ثري سوبراكس في عندنا ثيوريز عايزين تو ابلاي تو براكس نعملها في الحياه. في مثلا علاج مثلا للمرض كذا مثلا في ثيوري بتقول هو بيحصل نتيجه كيميكال تشينج مش عارف ايه او هرمونز مش عارف ايه. دي ثيوري تحاول انت تطبقها وتشوف الناس المرضى هذا المرض مثلا وتشوف ايه الهرمونز فيها مختلفه. انت عارف الحاجات دي بتحتاج طبقا للكالتشر. فلازم نعرف الحاجات دي ويبقى بحث كامل في الموضوع ده. في عندنا بعد كده resulting conflicting or contradictory finding of preconceived studies. في preconceived studies ناس تقول حاجة وناس تقول حاجة عكسها تماما. مش كده؟ ونشوف حاجات دي ولا لا؟ مش فاهم. فنشوف to resolve this conflicting opinions نشوف ايه الحكايه يعني. وفي امثله كتير جدا ناس تقول حاجه وناس تقول ايه حاجه. الاسبرين ابسط حاجه. في ناس يقول لك الدوز تبقى كذا وناس يقول لك لا الدوز مش كفايه تبقى كذا وناس يقول لك الدوز زعلي ما يبقاش ايه ما يعملش سكريننج وبلاط وناس يقول لك لا بيعمل مرض. مش كده؟ والطب مليان بحاجات يعني زي انا كان جاي هارت اتاك من 10 سنين وبعدين كنت رايح دكتور عبد الجليل الشريف. طبعا ده كان اوثورتي في الكارديولوجي فعايز وصلت النيجيت يعني. وبعدين كان في لسه البريسكريبشن عندي ممنوع منعا باتا اكل المكسرات من الفول السوداني حتى الرز والجوز ممنوع. كنت باكل اثنين ثلاثه كده قال لي نيفر ايدك ما تمدش على حاجه منه. النهارده الموضوع اتغير تمام. يقول لك انت المفروض تاخد 7-8 نص كل يوم مش كده؟ يبقى اذا الثيوري اتغيرت و when you apply to practice هتلاقي حاجه ثانيه مش كده ولا ايه؟
عشان كده بسمع كلام الدكاتره خالص. اول مش عكس يعني collected 40 methods in various research studies. في research studies وبتبقى بقى يعني